السلام عليكم إخواني في كل مكان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة على ويف بلاي. موضوعنا اليوم حول المساحة الممتلئة في هواتف الأندرويد، فإذا كنت تعاني من مشكلة المساحة الممتلئة فهذا الفيديو هو لك، ابقى معنا. هناك الكثير من الأشخاص يشترون هواتف بذاكرة تصل إلى 32 أو 64 أو حتى 28 جيجا بايت، ومع مرور الوقت من تحميل تطبيقات وملفات والتقاط صور وتصوير الفيديوهات سوف تمتلئ الذاكرة، وأغلبكم يذهب ويقوم بحذف التطبيقات والملفات والصور ويعتقدون أنه هذا كل شيء. لكن عندما يقارن المساحة المتوفرة في الوقت الحالي بالمساحة المتوفرة التي كانت بالماضي، ومع أنه نفس التطبيقات والملفات الموجودة في الهاتف حالياً هي نفسها التي كانت موجودة في الهاتف بالماضي، ستجد أن المساحة التي كانت متوفرة في الماضي أكثر من المساحة التي هي متوفرة حالياً، أو أنها غير متوفرة أصلاً مساحة حالياً في الهاتف. فما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يا عزيزي المشاهد هو أنه عندما تشتري هاتف جديد سوف تقوم باستخدامه لفترة طويلة، وتقوم بتحميل الكثير من التطبيقات والملفات، وتلك التطبيقات التي تستخدمها تقوم بحفظ بياناتها الخاصة على جهازك، وإذا قمت بحذف تلك التطبيقات ستبقى البيانات بهاتفك ولن يتم حذفها، وتعتبر ملفات مخفية، وهذه الملفات المخفية تأخذ مساحة مهمة على هاتفك. فبطبيعة الحال كيف ترصد هذه الملفات المخفية وتقوم بحذفها من هاتفك؟ فهذا ما سأريك في هذه الحلقة بإذن الله. كل ما تحتاجه هو هذا التطبيق، ستجدون رابط تحميله في صندوق الوصف، فهو مهكر طبعا، النسخة الغير مهكرة لا تعمل معك بشكل صحيح أو لا تعمل أصلا. تابعوا معي الخطوات. فبعدما أن تقوموا بتحميل التطبيق من الرابط الذي تركته في صندوق الوصف تقومون بتثبيته، وبعدما تقومون بتثبيته تقومون بفتحه بهذا الشكل، وتظهر لكم هذه الواجهة بهذه الطريقة، ثم سيبدأ التطبيق بالتحقق من جهازك كما ترون، وتضغط هنا على هذه الدائرة بهذا الشكل، ثم سيطلب منك التطبيق بالسماح بالأذنات، تضغط هنا بهذا الشكل وتضغط على سماح بهذه الطريقة، ثم سيقوم بنقلك إلى هذه الواجهة بهذا الشكل. هناك العديد من التطبيقات هنا، ثم نبحث عن التطبيق بذاته، ستجدونه من بين هذه التطبيقات لنبحث عنه. أين هو؟ ربما اختفى. يا إلهي، أين هو؟ إنه هنا كما ترون، نضغط عليه ونقوم بتفعيل هذا الخيار، ونضغط هنا كذلك كما ترون، هو يتحقق من الملفات الموجودة بالهاتف. ننتظر إلى حين أن ينتهي من التحقق من الملفات المخفية وكل الملفات. لقد انتهى من ذلك، نضغط هنا بالأسفل بهذا الشكل، ثم مرة أخرى هنا، و نختار هذه الخيارات التي سوف أختارها أنا الآن. كما ترون التطبيق يريد مرة أخرى السماح بالوصول إلى الجهاز، نضغط هنا كما ترون بهذا الشكل، ثم هنا، ونقوم بتفعيل هذا الخيار بهذا الشكل ألو، ونقوم بتحديد هذه الخيارات، الخيار الأول بهذا الشكل، وهكذا نقوم بإزالة أبيكا، نضغط عليها وسيتم إزالتها بهذا الشكل، ونضغط على Finish Cleaning بالأسفل، هكذا يبدو كل شيء جيد. لنبدأ بتنظيف الهاتف، سيبدأ بشكل تلقائي بتنظيف الهاتف، وسيقوم بالتحقق من التطبيقات ويقوم بتنظيفها بشكل أوتوماتيكي، وبالتأكيد سيقوم بذلك بشكل آمن. ننتظر إلى حين أن ينتهي من ذلك.
فكما ترون لقد انتهى من ذلك وقام بالتخلص من 3 جيجا بايت تقريبا. الآن نضغط هنا بهذا الشكل. فهذا التطبيق مختص بالعناية بالهاتف، يمكنه حماية البطارية وحذف أو إفراغ الرام. كما ترون بهذا الشكل نكون قد قمنا بتنظيف الهاتف وقمنا بحذف الملفات المخفية. مبروك عليكم. والآن لنتحقق إذا هل هو حقا تم حذف الملفات المخفية أو لا. أقوم بفتح مدير الملفات. كما ترون لقد تم إزالة 3 جيجا بايت، 3 جيجا بايت تم حذفها من الهاتف كما رأيتم بالدليل. أنصح الجميع باستخدام هذا التطبيق، فهو رائع ويجب تركه في الهاتف، ودائما تقوم بشكل دوري بتنظيف الهاتف الخاص بك. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك بالقناة، ودمتم في رعاية الله.